بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبوضوح. زي ما قلت على مدار الاسبوع اللي فات، احنا بنحتفي وبنحتفل باهم الاعمال الدرامية اللي اذيعت خلال هذا الشهر الكريم رمضان المعظم الماضي. بنحتفي باعمال شايفين ان فيها انتاج متميز، شايفين فيها كتابة قصة وسيناريو وحوار متميز، فيها إخراج متميز، فيها تمثيل متميز، فيها تصوير متميز. الحقيقة الأعمال دي ما كانتش كتيرة قوي في رمضان اللي فات الحقيقة، لكن الحقيقة لما بنقف عندها لازم نحتفي بيها ونستضيف أبطالها ونجومها ونقول لهم شكرا على العمل المتميز ونناقشهم في الأفكار اللي هم طرحوها. العمل اللي معانا النهاردة اللي الحقيقة كان من الأعمال المتميزة جدا في رمضان، وكانت خليني اقول لكم مفاجاه في رمضان الحقيقه، بل بالعكس حصدت يعني اعجاب الجمهور، اعجاب النقاد، عملت اعلى نسب مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب، عملت حاله جدل. نجم هذا العمل ايضا اصبح من كبار النجوم واصبح بيعتبروه من اهم نجوم رمضان بهذا المسلسل المتميز. الحقيقه قلنا لازم نوقف مع هذا العمل، لازم نحتفي بيه، ولازم نقول للمبدعين اللي اقدموا عليه شكرا ان كنتوا امتعتونا بهذا العمل، مسلسل بعد البدايه اللي فعلا كان من اهم المسلسلات المحترمه في رمضان اللي الناس حبته وقدرته والنقاد كرموه وقيموه بشكل موضوعي واشادوا بيه والجمهور احتفى بيه، فاحنا كمان لازم نحتفي بيه. اهلا وسهلا بحضراتكم، وخليني يعني ابدا كده بالنجم الكبير طارق لطفي واقول لك مبروك يا طارق، انت اسعدتنا في رمضان جدا بهذا العمل الرائع والمتميز. ده مش غريب عليك لان كل المقدمات بتقول ان انا فاكر كنت لسه بقول لك من فتره في واحد من الناس امتى هنشوف نجوميه طارق لطفي. اهلا بنجوميتك ومرحبا بيها، نورتنا في رمضان. اهلا بيك، نورتنا دكتور. ربنا الكاتب الكبير اللي كل اسبوع معانا دلوقتي في البرنامج بتاع الحكايه ايه، وكل اسبوع قاعدين نكرمه على عمل عمرو سمير عاطف، صديقي العزيز المبدع السيناريست الجميل. اهلا بيك، صديقي العزيز المنتج الجميل اللي انا بعتز بيه جدا جدا، وبعتز اكتر بانه هو منتج شاب وبيقدم انتاج قيم ومحترم، محمد ابن استاذنا الكبير الفنان الكبير محمود عبد العزيز. اهلا بيك يا محمد، نورتنا. المخرج المتميز احمد خالد، اهلا بيك. استاذ ريمون مقار منتج العمل والشريك محمد، ايضا انتوا قدمتوا قبل كده جبل الحلال وكان انتاج محترم جدا اعزعناه في الحياه، كنا سعداء بيه وبنهنيكم مره على بعد. اهلا بيك. ايه بقى الحكايه؟ يعني هو ده مسلسل، انا اتصور ان كل اللي قاعدين معايا دلوقتي ما توقعوش ان ممكن يبقى يعني نمره واحد بقى على مستوى المحطات كلها والناس كلها تشوفه والناس كلها تسعد بيه، والناس رغم ان يعني طبعا في اعمال كان الرهان قبل رمضان عليها وده هينور وده هيكسر الدنيا، فوجئنا في رمضان السنه دي ان في اعمال لناس كبار خفتت وفي اضواء اضاءت في اماكن اخرى زي بعد البدايه. الحمد لله. البدايه جت ازاي يا استاذ طارق؟ في جبل الحلال استاذ ريمون واستاذ محمد عبد العزيز عرضوا عليا فكره ان يبقى في عمل ليا السنه اللي جايه. والحقيقه عرضوا عليا ثلاث مواضيع حلوين قوي. وهم شطار قوي في اختيار المواضيع، بس انا يعني محمد عبد العزيز قاعد كده ايه يلاعبني كل شويه يرمي لي معلومه فيقول لي مثلا. انا عايز بس عايزين نتفق على حاجه، ان احنا نقعد نقول محمد عبد العزيز ده احنا نعتز طبعا باسم طبعًا. لان هو واضح ان هو الحقيقه هو شرب من الاستاذ محمود الفن المحترم الجميل طبعًا يعني طبعا والفهم وحاجات كتير قوي طبعا وقت على راسه وبعدين تجمع قاعد يرمي لي كده شويه معلومات عن المسلسل ده عن الورق ده وبعدين يجيب لي ورق تاني وبعدين يرجع يرمي لي شويه معلومات تانيين، فخلاص يعني خلاني لا انا متاكد ان انا عايز المسلسل ده. قلت له محمد لا هو المسلسل ده. فده كان بداية الحكاية، كانوا 25 حلقة تقريبا كاملين قريتهم يعني طرت بيهم كانوا ما حصلوش، يعني طلبنا من عمرو شوية تغييرات كده وتعاقدنا وتوكلنا على الله، وكنا عارفين ان احنا معانا ورق حلو قوي. الانتاج ما كانش مستخسر اي حاجة، بالعكس لما كنا بنحط مثلا في دور فلان مثلا فلان وفلان وفلان كانوا يروحوا للأنجم والأغلى والأحسن، ما كانوش بجد مستخسرين في حاجه شبه كده. فكروا في مدير اضاءه خواجه علشان تبقى وجهه نظر جديده، صوره جديده موجوده، فكروا في كالرست برضو من بره، فكروا جبنا احسن حد بتاع اكشن،
فالحقيقة كل الحاجات دي كانت بتقول ان احنا عندنا حاجة حلوة قوي، لكن انه ربنا يكرمنا ونبقى نمرة واحد ده اللي كان كرم زياده من ربنا الحمد لله يعني. وانت كمان بقيت نمره الحمد لله يا ربنا يخليك يا رب. انا بروفايل عبد وزملائي في الاعداد عن المسلسل الجميل بعد البدايه. عمل يحمل كل مقومات النجاح، مؤلف موهوب عمرو سمير عاطف، ومخرج مبدع احمد خالد موسى، وطاقم عمل محترف على راسهم الفنان طارق لطفي، وكوكبة من أبرز النجوم روجينا، درة، خالد سليم، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، واسم مثير للفضول بعد البداية. ويعد مسلسل بعد البداية صاحب أقوى بداية في دراما رمضان، ففي الحلقة الأولى يستيقظ الصحفي عمر من نومه ليقرأ خبر وفاته في الصحف، ويشاهد نفسه في كفن داخل قبر. وكان عليه من الحلقة الثانية أن يحدد مصيره. يدخل الصحفي عمر في سلسلة جهنمية من البحث والمطاردة من أجل فهم ما يحدث، وتكشف أحداث المسلسل الصراعات التي اشتعلت بين بعض أجهزة الدولة والشخصيات المهمة عقب ثورة 25 يناير، ويبرز الحوار كم الصراعات التي دارت بين بعض الشخصيات الكبرى في سبيل السيطرة على المناصب المهمة أو الاستيلاء على أموال الشعب المصري المهربة خارج مصر. بظهر أنا وأقول كل الحقيقة زائد المعلومات اللي عندك، نقدر نوقع بيها شكري وكل الناس اللي وراها. أنت لأ، انت عندك ميزة مهمة جدا، انت مختفي ومحدش يعرف عنك حاجة. ورغم التشابه الكبير بين بعض الاحداث والواقع، الا ان فريق العمل ينفي دائما اي علاقة للعمل بالواقع، وكانت هذه المسألة سببا كبيرا في جدل اثير حول هذا المسلسل الاكثر مشاهدة في اكشن رمضان 2015. تقرير جميل جدا والله. عجبك؟ عايز جد عايز. طب انا بقى عايز اسالك سؤال. انت قلت ان كل الشخصيات اللي انت اتكلمت عنها دي مش موجوده في الواقع. المعلومه دي صحيحه؟ جدا يعني. بص انت بتحلف؟ اكيد. اجيب لك طب مصحف. هو يعني الكاتب بيستلهم من شخصيات هو عارفها بشكل شخصي. يعني ممكن مثلا يبقى في شخصيه في مسلسل او في عمل بغض النظر عن طبيعته انا عارفها، يعني كان زميل دراسه، كان صديقي، جاري، الخ يعني. لكن ما فيش شخصيات عامه موجوده في العمل ده او اي عمل اخر الا اذا كانت هتظهر باسمها وبحقيقتها فعلا. فممكن يكون في احداث في المسلسل ده الناس حست انها يعني عمر ده مش موجود في الواقع؟ لا اكيد لا. يعني في ناس كتير قالت ان عمر شبهوه البعض شخصية الأستاذ رضا هلالك الزميل الصحفي. مفيش حتة في مصر كل الناس بتتكلم على الموضوع ده. أنا عندي بس استفسار واحد. هل حد عارف إيه اللي حصل للأستاذ رضا هلال؟ لا. هل حد وصل لمربط فرس القضية أو لا؟ هو الاختفاء يا محمد، فكرة الاختفاء. هو صحفي ويختفي في ظروف غامضة بالظبط كده، وحتى الآن لا يجد جثته ولا يجد أي آثار ليه. أيوه. ولحتى الآن محدش يعرف هو فين. يمكن لسه هربان. طب انا ولا علينا نفس المسلسل ما حسيت. يا استاذ محمد سيب لي الاستاذ عمرو معايا، هو معايا النهارده. ايوه يا عمرو كمل، هو لسه هربان. ايوه يا عمرو كمل. هو القصه بتاعت رضا هلال طبعا اطفت مصداقيه على العمل بتاعنا، خلت الناس يبقى عندها استعداد اكتر لانها تصدقه، لكن ما كانش يعني تفاصيل اللي حصل. تاثرت بشخصيه رضا هلال في الموضوع؟ لا، شخصيه رضا هلال بالنسبه لي انا ما اعرفش تفاصيل كثيره عنه، لكن القصه اللي حصلت مجرد موقف صغير جدا، ما تعرفش كان ايه في قبل كده حصل ولا بعد كده حصل ايه. فبالتالي ده ما يصلحش ان هو يكون حتى قصه او فكره او بتاع، هو مجرد موقف حصل واحد. لكن لان الناس عارفاه ولان الناس قرت عن الموضوع ومستغربه من اختفائه المريب ده، ده خلاهم يحسوا ان المسلسل ممكن جدا يحصل في الحقيقه، وده وارد جدا انه يحصل. لكن مفيش اي علاقه لا خالص بين عمر ورضا هلال. ولو في ده مش عيب او غلط اطلاقا، بالعكس دي حاجه يعني، دي تالنت في حد ذاتها ان حد يشوف مثلا حاجه حصلت ويشوف قد ايه انها ممكن تصلح فعلا للقصه. لكن في الحقيقه بس مش هل هو انت ده كنت المصدر. متعمد ده؟ لا خالص.
خالص. ما كانش في اي تعمد لان قصه رضا هلال بالتحديد يعني هي تكون الفكره بتاعت المسلسل، لكن زي ما بقول لك هي كانت صدفه جيده وكانت في صالح. طب طارق سالته السؤال ده وانت بتقرا؟ لا الحقيقه، لان يعني كل اللي في ذهنك تشابه من الشخصيات في الواقع. لا خالص، بس هو اللي خلاني اقول ان ممكن الناس تصدق اللي احنا بنقوله ده، لان صعب قوي ان حد يقرا خبر وفاته في الجورنال مثلا، وان صعب قوي ان جهه امنيه تعلن خبر وفاه حد ويحصل كل اللي حصل ده. بس قلت ان ده حادثه رضا هلال هتقرب او هتخلي الناس تصدق ان ما في حادثه اختفاء حصلت، فممكن يبقى ده يحصل، فاحنا هنتصدق بشكل او باخر. لكن ما سالتوش سؤال لان ما فيش اي وجه تشابه يعني. استاذ ليمون، انت ايه اللي عجبك كمنتج قبل ما تعرض الموضوع للاستاذ احمد والاستاذ طارق؟ ايه اللي عجبك في الموضوع انت والاستاذ محمد؟ يعني فكرت فيه ازاي؟ فكرت في الموضوع انه لما حد يمسك سيناريو ويقول ايه ده في اول ما بيقرا يبقى احنا رايحين في حته كويسه. فلما جه عمرو بعت لي التريتمنت قبل ما يبقى فيه الحلقات، فقال لي هو خبيث شويه ما يقوليش مثلا الموضوع كذا كذا كذا، يقول لي اقرا وبعدين كلمني. لا ايوه ايوه آه ايوه بالظبط. التريتمنت بتاع عمرو اصلا رخم. والله ما بهزر، عمرو التريتمنت بتاعه غلس. ايوه لانه يعني عمرو بعت لنا التريتمنت فانت اتشديت وقام لقى ميت، وبعدين المطاردات والظباط. النهايه لما نتكلم بقى. يعني ايه النهايه لما نتكلم؟ اقول لك ليه؟ يعني ما كانش عارف النهايه. انا بقول لك ما كانش عارف النهايه. يعني ايه انت بتعلقني ليه؟ وبعدين لا هو الموضوع في حد ذاته كان شكله مختلف جدا، لان هو فعلا هو عمرو بيكتب بشكل يعني الافلام الامريكاني اللي هي بيبقى فيه عندك في الاول بلوف يشدك جامد جدا فالناس تتسحب من اول حلقه او ثاني حلقه، وده هو دايما اللي بيديلك يعني ايدج تبقى انت موجود بدري في رمضان. الموضوع واحد صحي لقى نفسه ميت، طب مين اللي كتب ده؟ مره واحده البنت بتقول ده انا قبل ما اشوفه قبل شفت الخبر اتكتب قبل وانا لسه شايفه على الاسانسير، ما كانش لسه مات. فخلاص احنا دخلنا في منطقه لازم الناس تتشد وهبتدي تكمل معايا. فهو ده العنصر المهم جدا في اي ورق، ان ما يبقاش الشخصيات لسه بقى ايه. في ناس بتكتب بطريقه ان حضرتك تكتب الشخصيه وبعدين تفرد وتعرف الناس، فالناس تلاقي راحت بقى ل 30 مسلسل تاني. عمرو بيكتب بشكل مختلف، بيطرح القضيه وبعد كده نبقى نعرف الناس. وده اللي شايفه ان هو في المرحله الجديده هو هيبقى شكل الكتابه اللي جايه يعني. استاذ احمد، اختيار الاستاذ طارق تم ازاي؟ يعني انا كنت قريت الورق ده قبل كده من فتره، بس يعني قبل ما اعتقد قبل ما عمرو يوديه لفنون مصر قريته بالصدفه كده، وكان هو يعني مست الورق دوت ان هو محتاج كاركتر انت مش متعود منه ان هو يكون بيقدم اكشن قبل كده. هو مش يعني مش السوبر مان، هو واحد زي وزيك اتحط في الموقف ده فمضطر انه يعمل كده الا هيموت او هيتقبض عليه او كده. فهو كان في ترشيح من الاول في الشركه لما رحت، كان طارق اوريدي موجود على البروجكت، وكان هو يعني لما قعدت افكر كده هو اكتر حد لاقي يعمل الورق ده، انه فكره ان طارق اصلا عمره ما عمل، يعني حتى كان دايما التحدي فكره ان الناس سامعه ان طارق لطفي بيعمل اكشن، لا هو ما بيعملش اكشن بالشكل اللي الناس متعوده عليه. هو اول مره كاركتر حقيقي الظروف حكمت له ان هو لازم يعمل كده، يعني يا تعمل كده هتتمسك يا تعمل كده هتتقتل. فانا كنت شايف ان يعني ان اكتر حد لاقي على الورق ده كان طارق لطفي. كان في بعد نظر اكيد، لان هو كان مفاجاه بالنسبه للناس كلها لما شافوه بيعمل كل المغامرات في المسلسل، والحقيقه كان انطباع مختلف للناس او انطباع جديد عن طارق لطفي عند الناس. ده حقيقه. وكمان فكره ان يعني من اول مشهد انه فكره انه بيلاقي نفسه يعني واحد بيصحى الصبح يلاقي نفسه ميت اعتقد ده ملوش اي ريفرنس قبل كده. يعني احنا قعدنا كتير جدا نفكر ازاي ننفذه، يعني حتى كتير قعدنا ناجل المشهد، يعني صورنا كتير وبقينا مش عارفين المشهد ده نعمله ازاي. فكره مفيش يعني مفيش ريفرنس انت شفته حتى في حياتك الحقيقيه، انك تصحى الصبح تلاقي نفسك مكتوب لك انك ميت. يعني ما صحيح يعني حاجه غريبه جدا، يعني ده ايه انك انت موت امال انا مين؟ طيب بالظبط هنمثله منين؟ ننفذه ازاي؟ يا رب ما يحكمها على حد. يا رب يا رب. فكان حاجه صعبه. لا يا عم بالظبط. فكان تجيب الافكار دي منين يا عم؟ انت كده بتخلي يلا فكان حاجات قديمه بالظبط. فهو كان ريفرنس صعب جدا. فانا فاكر يعني ان احنا تقريبا صورنا حوالي اكتر من 60 يوم في المسلسل، ويعني اول مشهد دوت في المسلسل مش قادرين نقرب منه، يعني مش عارفين نعمله ازاي.
ونجرب ونلاقي له دايركشن، بعد كده نقول طب ما نجرب كده، طب ما نجرب كده، طب ما نجرب كده، فعمالين ناجل تنفيذه لحد بقى ما كان لازم نعمله، ان خلاص يعني كان رمضان على الابواب فكان لازم ننفذ المشهد. المخاطره انك انت بتجيب استاذ طارق لطفي ما كانش عمل بطولات مطلقه قبل كده لوحده، ويحسب لكم الحقيقه طبعا. انا لو مكانكم دلوقتي مضيه بقى 3 سنين جايين، يعني مكاني دلوقتي اولا هيزود اجره جدا لعلمك، انا بقولك اهو، ثانيا هيطلب اجر دبل اللي خده قبل كده. لكن المخاطره بقى البدايه، انك انت دايما يعني كل نجم بيطلع لازم في حد في الاول بيخاطر يقول انا هديك البطوله اول مره، وكل النجوم اللي طلعوا كان في وراهم منتج بيخاطر عشان خاطر يطلعه. فكرت ازاي كمنتج في اختيار طارق لطفي انه يكون بطل جان بريمير بتاع هذا المسلسل؟ تمام، هي المشكله بس في هو طلب فعلا زاد اجره مبدئيا يعني؟ لا هو طبيعي كلنا هنزيد ان شاء الله، ربنا يكرمنا جميعا. انت اللي بتزود. لا طبيعي يعني كلنا. الموضوع كان بره فكره المخاطره بس شويه، يعني هي المخاطره في الحدوته على بعضها كلنا محطوطين فيها، ان كلنا قررنا نعمل موضوع مختلف. راجل بيصحى يلاقي نفسه ميت، تركيبه طارق قرر انه يخش اكشن، احمد قرر انه يتشقى زياده عن موضوع الاكشن، انا وريمون قررنا ان احنا ندعم الفكره بزياده، عمرو فكر ان هو يدعم فكره الغموض زياده وزياده. فالحكايه هي المخاطره عندنا احنا في اتخاذ القرار جماعي، يعني كلنا واخدين نفس القرار. موضوع اختيار طارق، انا بالنسبه لي وده قلتها في كذا حته، طارق بالذات اخر 3 4 سنين هو اوريدي منور انف انه لازم ياخد الادفانتج دي او يبدا ياخد الخطوه دي. واحنا قاعدين بنتكلم لما قربت من طارق اكتر ايام جبل الحلال، قعدنا نتكلم فعرفت كمان دماغ طارق اكتر، يعني بدانا نتكلم بقى كبني ادمين فعرفت دماغ طارق اكتر، عرفت انه ما عندوش مشكله في فكره المخاطره، عرفت انه سايبها على الله قوي وده مهم، يعني ده علينا كلنا، ده مهم جدا ان كلنا نبقى سايبينها على الله قوي. فقعدنا نجمع الفكره، قعدنا لغايه ما لقينا الورق اوريدي، وبعدين بدات اتكلم مع طارق، بدات اسرسب له موضوع الفكره كل فتره كده. قررنا الحمد لله رب العالمين، خدنا الخطوه وكان ايماننا كلنا ان احنا بنعمل حاجه مختلفه. يعني حضرتك في الاول بتقول انتوا اكيد ما كنتوش حاسبين ان انتوا هتبقوا جامدين او هتبقوا في حته مهمه بالنسبه مثلا للترتيب بتاع الموضوع. اكيد ما كناش حاسبينها كده، او يعني اكيد ما كناش شايفينها كده، بس لما اتفرجنا على الماتيريال واحنا شغالين بايماننا ده، انا دخلت الريمون قلت له ريمون بص الماتيريال اللي معانا حلو جدا باذن الله، بناء بقى على خبرات انا الصغيره اللي انا شفتها من خلال تربيتي وسط الوسط ده، ان الموضوع ده مختلف، الموضوع ده شكله. استشرت الاستاذ محمود عبد العزيز في الموضوع؟ لا ما قلتلوش انا هعمل موضوع كذا كذا بصراحه. لا استاذ محمود في ميزه لطيفه جدا، ان في ناس دايما خلطه الدنيا ببعض ان هو عشان موضوع الانتاج وانا واساله لازم ارجع وبتاع، بساله طبعا في حاجات لما توصل لمرحله كريتيكال لازم ارجع لخبره واثق ان هو هيديهاني طبعا، بس في خطوات ببقى انا عايز اعملها انا بعيده عن اي خلفيه تانية، انا عايز اخد الخطوه. ان خلي بالك الخطوه دي مش اي حد كان ممكن يشجعني عليها، بالذات حد دماغه تقيله، ان دماغي تقيله وبيلعب في المضمون خلاص، لكن احنا قررنا كلنا ناخدها مع بعض فالحمد لله ربنا كرمنا. لما دخلت اليوم قلت له احنا انا حاسس اننا هنبقى في التوب 10، بس رقم كام بقى في التوب 10 ما اعرفش. كنتوا في التوب 5 الحمد لله. تشوف عمر لما عرف صحي الصبح، تخيل تصحى الصبح تلاقي نفسك ميت وانت صاحي، ما اعرفش ازاي. نشوف المشهد. ولا كان حد يتوقع ان شاب صحفي في بدايه حياته يموت بالشكل المفاجئ ده. ولكن قضيه الجاسوسيه المتهم فيها الصحفي الراحل عمر نصر هي فضيحه بكل المقاييس. طبعا موضوعنا النهارده هو القضيه المثاره حول تخابر الصحفي الراحل عمر نصر. هل تعامل الصحفي مع جريده من دوله ثانيه يعتبر تخابر، ولا الموضوع فقط بيتعلق باسرائيل؟ يعني لو عمر نصر تعامل مع جريده ثانيه روسيه مثلا. في ايه؟
مشهد صعب ودور صعب. اولا احكي لي انت تعاملت ازاي مع الدور، يعني انا عايز اعرف انت بعد ما قريت انطباعاتك ايه، شخصيه الصحفي اللي هو الشريف اللي بيكافح الفساد، اللي بعدين يفاجئ ان هو بيصحى من النوم يفاجئ ان هو ميت متورط في قضيه جاسوسيه وخيانه عظمى، سمعته في الارض في الحضيض، في جهه امنيه بتجري وراه عشان تقتله. كلمني عملت ايه وتعاملت ازاي، وهل انت كنت مستعد انك انت تعمل الدور ده، وهل كنت شايف ان ده الدور المناسب اللي تبدا بيه عالم بقى النجوميه او البطوله المطلقه؟ كنت شايف ان ده المسلسل المناسب والدور المناسب، وشايف ان دي الخلطه المناسبه بمخرج عنده رؤيه جديده جدا، وجهه نظر جديده في شركه انتاج بتدعمك بورق مكتوب حلو قوي ومكتوب بجد. يعني عايز اقول لك ان عمرو مثلا بعد ما عرض عليا ال 25 حلقه في الاخر بقوا 15، بدأ نكتب 15 تانيين، فانت عندك 25 كانوا حلوين قوي خليتهم 15 رائعين. فكل الحاجات دي تخليك طلعنا عني ما تقلقش يعني. بالك ثلاث مسلسلات في بعض. فكل الحاجات دي تخليك تقول هو ده المسلسل اللي ابدا بيه. عمر نصر شخصيه موجوده حضرتك شفتها وانا شفتها، شفناها في صحفي شاطر قوي ما بيخافش، دخل نفسه في مصيبتين ثلاثه قبل كده، خبط في ناس كبيره ما ينفعش، عدى خطوط حمراء. فانا انا اعرف منهم ثلاثه اربعه، فشفتهم الناس دي بتتكلم ازاي، بتلبس ازاي، كل ده بالمشاهده يعني. واصحابي صحفيين واصدقاء من واحنا لسه هو محرر وانا لسه بحاول ابتدي، فدخلت الجورنال ده والمجله دي، يعني عارف كل الحاجات تقريبا عن شغلته زي ما هو عارف كل الحاجات تقريبا عن شغلتي يعني. ف من هنا رسمت عمر نصر، هتلاقيهم بيلبسوا كويس بس صوتهم حاد شويه، هتلاقيهم قرارهم سريع، هتلاقي ما بيقلقش وبيقول واثق من نفسه جدا. كل الحاجات دي ادتني عمر نصر في الاول. عمر نصر كبني ادم بقى عمرو كاتبه حلو قوي، حد طول الوقت بيلعب من الورطه اللي هو فيها، بيفكر من الورطه، بيحاول يتصرف على الارض، كل حاجه تحصل له يحاول يستغلها. ده كان الاستعداد، ده الاستعداد للدور، غير بقى الاستعداد البدني يعني. عشان انا اعمل اكشن كان لازم اخس، وكان لازم اجري لمده اربع شهور بتدرب ثلاث ساعات في اليوم، وكان لازم حد يعلمني ازاي استخدم جسمي علشان لما اقع ما اصيبش نفسي، وحاجات كتير قوي لغايه لما جه بتوع الاكشن بقى في تدريب جوه اللوكيشن. ده كان الاستعداد للحكايه، وده كان الاستعداد البدني لعمر نصر يعني. طيب الفيلم المسلسل مليان بالاكشن يعني. اولا استاذ احمد، هو جبت له دوبلير ولا هو كمان مشاهد؟ لا لا لا، احنا كنا بنستخدم بس الدوبلير من فكره انه يشرح لطارق ازاي هيعمل المشهد يعني، لان طارق ما كانش عنده خبره خالص انه يعني انه يتعلق في واير بينط وبيطلع وبينزل. لا كله هو يعني اي حاجه جوه المسلسل نفسه. في اخرين موجودين في الميديا النهارده في السينما بشكل كبير يعني. انا اتصور السينما اللي جاي بقى هتلاقي اكشن برضه. شكله لو احمد. لا انا بقول لك بعد اللي عملته ده انت نطيت كميه نط يا اخي. ايه ده؟ لا وده كمان مفتري. لانه ما كانش بياخدها من بره. كل النط اللي نطه ده على البيوت كله هو. كل ده احنا بس كنا كان بيخلينا عادها سبع ثمان مرات يعني. كل النط دي بقى عملت تدريبات حاجات زي كان لا بيوروني بس يعني الستاند ده الدوبلير ده بيوريني اعمل ازاي، وبعدين اطلع اعملها بيقول لي اهو ما انت عملتها اهو يلا نعيدها بقى عشان ناخدها من زاويه ثانيه. يا طارق اخطر واحده بالنسبه لك كانت مقلقه بالنسبه لك نطك اول واحده؟ اللي هي كانت لا من بلكونه لبلكونه في المستشفى الايطالي. فهم كانوا ثلاث ادوار فبمقام ست ادوار، والاستانت كان بيوريني هعمل ايه وبيطمني، فهو بيوريني علشان اطمن. المستشفى قديمه قوي فوقع جزء اسمنتي عليه وهو بينط، فدخل اسمنت في عينيه وطوبه جت عليه وكان في مطر اظن بالظبط. فكده انا اطمنت ان ده اول مره هعمل اكشن، وهو ده كان الاطمئنان بالنسبه لي يعني. عملتها واحمد خالد خدها بجد سبع مرات من زوايا مختلفه، والمسافه دي عاليه جدا، فانا كنت مرعوب، كان في سكرات موت فوق لغايه لما بس يقولوا اكشن، فكان لازم امثل لان هعيدها. فيعني فكنا عاملين كمان الاكشن من تمثيل. ما ترددتش؟ ما قلتش اجيب دوبلير احسن؟ لا ترددت طبعا، بس احنا جربنا مره كده في الاول خالص، لقيت احمد خالد مش عارف يعني ياخد الحكايه يعني مش مبسوط، وانا ما كنتش مبسوط لما شفت النتيجه، فقلت له احمد انا هعملها. فقال لي طارق، قلت له انا هعملها. واول نطه كانت من غير واير ومن غير، كانت من سطح البلكونه يعني. من البلكونه العربيه في الشارع. عملتها لا من غير واير ولا من غير حاجه، لدرجه ان اندرو قال لي دي اغبى حاجه انا شفتها في حياتي، انت كان خطر شديد جدا اللي انت عملته ده على نفسك يعني، اوعى تعمل كده تاني. فقال لي اي نطه بعد كده لازم نعمل لها وايرات ولازم نبقى مش عارف ايه. انا عملتها
يعني كده يعني عشان بس تطلع حاجه كويسه. في زياده في الاجر عشان الحاجات دي ما حصلش اي حاجه يعني استاذ محمد عبد والله ما حصل يعني احنا دلوقتي في 50% بدل مخاطر لا احنا شغالين دلوقتي بنجمع عدد النطاط وبنحسبهم بالظبط بجد عشان نحسب نطلع كام عدد النطاط دلوقتي بنقيم الموضوع بمظبوط. طيب ايه المشاهد اللي شايفها استاذ احمد كانت يعني فيها مخاطره منه وكان قلبه ميت يعني؟ انا اصعب واحد بالنسبه لي يعني شفته كان ريسكي قوي على طارق كان بصراحه عايز اهنيك انت مخرج كمان اكشن هايل بصراحه جدا. كان عندنا مشهد الانفجار بتاع المخزن ده كان صعب جدا لان ده انا كنت مقتنع ان لو هو يعني تردد اصابته مش هتبقى صغيره لان ده يعني ده المشهد فعلا ما بينفعش تعاد وهي يعني الكاميرات بتصور مره واحده ما فيهاش هزار وانا قلت له نصيحه واحده بس كده سالت له لو وقفت هتتعور جدا فيعني بنصحك ما توقفش وما تفكرش وما تجيش في النص تقول اصل رجلي حاسس ان انا مش بجري بالسرعه لان الارض كمان كانت مبلوله ميه لان هو المفروض كان دلق جاز كتير في الارض وفي المشهد ده انه هيفجر المخزن يعني فكان كل الارض دي كانت معموله زي ميه تحتيه فكان بسهوله جدا ممكن يتزحلق. قلت له لو حسيت نفسك اتزحلق ما توقفش بقى تقول ايه يا جماعه انا حاسس ان هتزحلق مفيش وقت للرجوع انت كمل لحد النقطه الاخيره بتاع اللي هو بينط ربنا يسترها عليك فاللي حصل ان انا كان كمان في المشهد ان انا مش شايفه بعيني لايف انا شايفه في الكاميرا هو بيجري يعني انا المونيتور بتاعتي كده هو بيجري ورا حيطه فالكابل تقريبا حصلت فيه مشكله فالكاميرا اتفصلت فانا قلت هو حصل له حاجه جوه انا بقيت سامع صوت الانفجارات ومش شايف اه في الكاميرا فصلت او حصل لها حاجه يبقى اكيد طارق ده خلاص يعني لو وصلت الكاميرا يبقى طارق ده اللي في جوه الحدث طارق جوه الحدث يعني. فاكيد حصل له حاجه فانا قمت بقيت اجي جنبه يعني الحيطه كده فانا باجي لبره لقيته بينط بقى بره والناس بتسقف له كده فقلت الحمد لله فما قلتش الممثل طلع كابل اللي باص. طيب نشوف مشهد من هذه المشاهد الصعبه اللي عملها الفنان الجميل طارق لطفي نطلع الفاصل بعدها نرجع تاني نواصل حوارنا مع مسلسل من اجمل المسلسلات اللي تم اذاعتها في رمضان الماضي بعد البدايه. تولع والبضاعة كلها تروح دورها معانا يا رب نزل يا ابني السلاح تولعنا هولع فيها بنفسي لو ما قلتليش على اللي انا عاوزه يا بني ادم افهم ما ينفع ليه ده ظهري بيساندني لحميني من غيره الشغل مفيش الشغل ده لو ولع هتعرف تجيب غيره ده شغل الجنان ده فلوس انا ما عنديش وقت بقول لك ايه خد التليفون ده فيه كل النمر اللي انت عايزها دور براحتك لكن ما تسالنيش على عناوين ما اعرفش اقسم بالله ما اعرف كله اسمك مكانه إنسان كان مثل أعلى لكل صحف عمر نصر كتب آخر كلماته هنا أستاذ عمر مات أنا عارفة هو مات ليه كان عداوة كتير بيته دفن وخلصنا خلاص عمر عايش أنا ما متش لا
انا مش جاسوس. قضيه التخبط متلفقه بالكامل. كل اللي انا فيه دليل. احسن لك ما تسالش. واحد صحي الصبح لقى خبر موته في الجورنال. عايزين نسلم نفسي وهسلم نفسي. ايه اللي عنده خلى الدنيا مقلوب عليه كده؟ انت ازاي بتفكري كده؟ ما اعرفش. والله العظيم ما هعمل لك حاجه. انا صحفي مش بغبغان. تحب اقعد ارغي معاك؟ لازم نمشي ونسيب البلد. لازم نخلص منه. لا 24 ساعه. لا كتير. ازاي تعمل كده؟ ندوه فين؟ والله العظيم ما اعرف. لا بقول لك مش هينفع في التليفون. هشام باشا الموضوع خطير. ما تخلينيش اندم ان انا ما لحقتهاش. ده انا حفريت ولك فرق. كونسيدر الدنيا يا باشا. بس انت عايز ناس تحس انك عظيم. تكبر. مين هو اللي هو سلام؟ لا حد عارف اني قلت لك اي حاجه لكم الموضوع. الحاجات دي اللي بتوريك الناس على حياتها سهل قوي ان انا اخون بلدي. قللت القص. انا اديتك الفيديو. بجد والله؟ عايزني اجسس عليها؟ لو عرفت تنفذ من تحت دي هيبقى معجزه فعلا. اوعى. اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه العمل ده يعني برضو في نقطه تانية ان في كبار النجوم الكل مثل باقتدار بصراحه. يعني لما هقعد اعدد الاسماء، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عمل دور من اروع ما يكون، الفنان الكبير محمود الجندي، الفنانه المتميزه روجينا، الفنانه دره، الفنان خالد سليم، الفنان احمد راتب، هيدي كرم، استاذ سناء شافه، محمد عادل، استاذ محمد الصاوي، محمد التاجي، كل يعني كم اسماء كبيره. الحقيقه اختيار النجوم الادوار المسنده اليهم كلها كانت باقتدار شديد جدا. انا عايز اعرف استاذ عمرو انت كنت عايز تقول ايه؟ سؤال مهم قوي. لا 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 يلا بقى عشان نخش في التقيل بقى. ساب الورق وراح. في الحقيقه طبعا الانتاج كان متميز جدا جدا جدا، وانا ما توقعتش ان يعني يبقى الصرف بالشكل ده لغايه ما اتفرجت. طارق كان هايل جدا، لكن هو ممثل قدير بالفعل، وما كنتش متفاجئ ان هو اتقن الدور، لكن ده حاجه كانت متوقعه. لكن في الحقيقه ان احمد خالد هو بالنسبه لي المفاجاه الحقيقيه، والحاجه اللي احنا لقيناها وصعبه جدا ان انت تلاقي زيها تاني. يعني دي حاجه انا متخيل. انا اول ما رحت الشركه واتفرجت على اول مشاهد طالعه من المسلسل ما بقتش مصدق. انا اشتغلت مع مخرجين كبار جدا الحمد لله، واشتغلت مع يعني مخرجين كتير جدا، لكن ان فجأة كده حد لسه صغير يجي ويعمل الشغل ده، واول مرة او تاني مسلسل يعمله صغير سنا طبعا، وتاني مسلسل يعمله بالشكل ده، فدي حاجة دي فعلا هي دي ده الكنز. انت عارف يا عمرو هو سر نجاح المخرج والانتاج والكاست كله اختيار الفنانين في الادوار المناسبة جدا اللي ممكن تكون مغايرة ليهم. يعني الحقيقة يعني اختيار مراتك مثلا مدام روجينا كان اختيار رائع جدا، والدور اللي هي ادته كان دور مختلف كمان عن ادوار ثانيه عملتها جدا. روجينا بهنيكي للمره الثانيه في رمضان على الاعمال الجميله اللي عملتيها. ربنا يخليك يا استاذ عمرو، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده علينا يا رب. يا رب كل سنه كده يا رب دايما. انا كلميني عن الدور، انت عملتي دور جميل جدا، ودور كمان فيه شجن، ودور زوج الطارق اللي تحولت الى طليقته بعد كده، يعني دور مليان الحقيقه. وكلمي عن الدور وتعاملتي معاه ازاي. اولا والله يعني انا اول ما رحت يعني بعتولي في شركه الانتاج عشان اتفق على المسلسل انا كانوا بعتولي الورق الاول، فقريت المسلسل عجبني جدا جدا جدا، وانا حتى قلت لهم انا قريت خمس حلقات في ساعتين. فلما رحت قعدت كانت اول قاعده مع ريمون ومحمد وطارق، انا كنت سعيده بالمسلسل كله مش بدوري انا بس، يعني كل الادوار شايفه، كل الادوار حلوه ومنوره، شايفه المسلسل حلو قوي شايفه طارق بيعمل دور مختلف وجديد عليه، شايفه في حاجه حلوه في الورق، شايفه يعني انا من اكتر الناس اللي كنت متحمسه جدا 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 لبعد البدايه، وكنت حاسه انه باذن ربنا هيعمل حاجه حلوه. والحقيقه هم كمان في الشركه يعني ريمون ومحمد كانوا متحمسين قوي للتجربه، وطارق متحمس، بس طارق كان قلقان وخايف وعارف انت الامتحان كان طبعًا. حاله امتحان طبعا طبعا، بس هو الحقيقه ادى باقتدار في يعني في الدور طبعا هو يعني بلا شك انه طارق
كان عظيم ويجنن وحلو في الدور قوي 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 ومختلف ومغاير. وانا بقول انه احنا كلنا يعني كلنا الحمد لله كنا مؤمنين بالتجربة وعلى رأسنا الشاب الجميل احمد خالد المخرج بتاعنا اللي مفيش كلام انه من احسن المخرجين في رمضان السنة دي الحمد لله. صحيح. وهو كمان انا كنت بقول له كده, كنت بقول له انت صغير في السن انما كبير في الموهبة حقيقة. وهو عمل مسلسل اعتقد انه مسلسل صعب قوي قوي قوي, واعتقد انه موضوع يا روجينا صعب, لكن انت دورك برضو كان فيه صعوبة وكان عندك مشاهد صعبة جدا. يعني اصعب حاجة, اصعب مشهد بالنسبة لك كان ايه في المسلسل؟ انا كان عندي اكتر من مشهد صعب, بس كان من اصعب المشاهد اللي فيه نقلة في الشخصية مشهد القتل بالنسبة لها, ان هي طيبة جدا بتطلق من جوزها وبتبعد عنه عشان هي مش ما بتحبش المشاكل ولا القلق ولا الخوف, وفجأة بتلاقي نفسها بتقتل. فده نقطة تحول في الشخصية, وكان من المشاهد المهمة جدا جدا بالنسبة لي في المسلسل. وانا ما بعتبرش ده بس والله يا استاذ عمرو ده مشهد صعب, لا انا بعتبر كل مشهد كان بالنسبة لي في المسلسل هو حالة مغيرة بالنسبة لي. يعني انا عمري ما عملت دور كده, دور احاسيسه كلها لجوه, انفعالاته كلها لجوه, شخصية ما هيش صوتها عالي, ما هيش احاسيسها لبره. فكان بالنسبة لي كنت بقعد دايما مع احمد ابقى قلقانه اقول له انا خايفه, انا حاسه ان الشخصيه ميته, انا حاسه ان نرفها ضايع, يقول لي بتعملي حاجه جديده, بتعملي حاجه مختلفه. هو الحقيقه كان بيطمني كتير, والحمد لله الحمد لله لما اتفرجت انا كنت سعيده بنفسي انه انا عامله العمل ده. كنت بقول لهم في بدايه الحلقه ان هو كان يعني حتى بقول لمحمد وريمون اكيد وانتم بتنتجوه ما قلتوش هيخش بقى مع المسلسلات الجراند الكبيره اللي بتنافس, لكن طلع من اهم المسلسلات. اهم يعني اسباب نجاحه ايه في تقديرك؟ حلم. اسباب نجاحه حلم, هم صدقوا الحلم واحنا صدقناه, واحمد صدقه وطارق صدقه, وانا والله العظيم وهم كلهم يقولوا لك. انا طبعا مش عارفه مين موجود, انا بسلم على كل اللي موجودين وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين ومبروك عليكم المسلسل ومبروك النجاح. بس انا بقول لك كلنا امننا بالحلم ده, امننا بان احنا نعمل مسلسل حلو قوي, نبقى كلنا بنجتهد, كلنا شركه الانتاج ما قصرتش خالص في كل حاجه. يعني الفلوس كويسه يا روجينا؟ لا انا لسه بحكي لك, لاول مره انك بتشتغل مع ناس ما بتحسش ان منتجين, بتشتغل مع اخواتك واصحابك. طبعا طبعا. فانت بتشتغل بقلب وبحب, وبتبقى وانا كنت خايفه على المشروع ده وحابه المشروع ده جدا جدا, وحابه نجاح طارق وحابه نجاح احمد وحابه نجاح ريمون ومحمد, لانه دي اول تجربه لوحدهم. يعني هم قبل كده كانوا مع استاذ محمود عبد العزيز, فهم متفقين بيه وبنجوميته وبنجاحه. بس انا اعتقد انه بعد البدايه ده اول حاجه بتاعتهم, يعني هم انا بعتقد كده, يعني بشوف انه المسلسل ده نجاح مختلف بالنسبه لهم. هو فعلا اثبت ان هم منتجين متميزين, وانتي بتثبتي كل مره انك انتي فنانه متميزه. بهنيكي جدا الفنانه روجينا على دورك الجميل في مسلسل بعد البدايه, ونشوف مشهد القتل بتاع روجينا. اتفضلي. انا ما كنتش اعرف ان انتوا تعرفوا بعض. مين دي؟ هو ده الورق؟ يا مين يعني ايه؟ هو ده الورق. مين حضرتك بالظبط؟ انت مش مرات محمد مطر؟ انا امبارح لسه كنت عندها. انت مين؟ لا يا حبيبتي انا مرات محمد مطر, واللي انت كنت عندها تلاقيها واحده نصابه عايزه تورث ولا حاجه. انا نجوى مرات محمد مطر, كان عارف انه هيبقى اللي خياله صورنا من مبادئه واخلاقه ممكن يواجه الفساد اللي احنا غرقانين فيه ده. اكيد غرق. بس انا عمري ما حد حل لما اعرف مين اللي قتل. ساعات ما جيت من المانيا وانا حاسه اني متراقبه وبشك في كل الناس. وبعدين هروح بعيد ليه؟ ثانيه واحده هجيب لك البطاقه بتاعتي. صوتي. انا اعمل ايه؟
الحقيقة يعني يمكن الموضوع بالتأكيد موضوع مختلف، بس الحقيقة هو احنا عايزين نخش شوية في المضمون بقى شوية. يعني انتوا قدمتوا عمل بجد يعني شابوه مبروك، كلكم عاملين اداء متميز، اخراج انتاج تأليف تمثيل، لكن احنا نتكلم بقى على المورال اللي جوه الموضوع. انت كنت عايز تقول ايه في الدور ده؟ نفس السؤال اللي سألته لعمرو وما جاوبنيش. ايوه مظبوط، رجعت تهرب. انا فاكر السؤال بس ما انساش عمرو. لا هو انا كنت شايفه حاله انسانيه جدا، حد هو تعرض لفتره زمنيه في مصر وتعرض بالزبط. لظروف معينه وظروف سياسيه وظروف امنيه وانتقد اوضاع واوضاع مقلوبه، لسه هنتكلم عن النهايه، موضوع النهايه لسه ليه كلام تاني. طيب لكن انا كنت واخد عمر نصر من يعني شكل انساني، ان لو حد شريف للدرجه دي في ظرف زمني او سياسي قصه حقيقيه طبعا. يعني القصه دي انا اعتقد انها حقيقيه، لانها في تماس، في خطوط تماس كتيره جدا بواقع. يعني مثلا الفلوس المتهربه بره مصر، فتره من الفترات كان في اهتمام شديد جدا باسترجاع الاموال دي، مش للدوله، يعني استرجاع الاموال دي لاشخاص بعينهم. فده خط موجود في كان موجود في الفتره الزمنيه دي، ان الصحفي ممكن فعلا يتعرض بسهوله شديده جدا لتشويه في لحظه، لقتل في لحظه من مقال ممكن يكتبه او تحقيق ممكن يكتبه، فجاه تنتهي حياه هذا الشخص بجد على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى المهني وعلى مستوى حاجات كتيره جدا. فانت عندك برضو خطوط تماس. فانا كنت شايفه حاله انسانيه، حد ضحى بسبب وظيفته باسرته، حد ضحى بحياته، واهب حياته طول الوقت لشغلته، كل اللي حصل له في حياته من اثار ودامج وحاجات كتيره جدا جدا كانت بسبب اخلاصه للشغلانه دي، وفجاه بيتحط في ظرف صعب جدا حد يتحط فيه، ان كل اللي فات ده حاجه ومن البدايه دي حاجه تانية خالص. انت مش الشخص ده، انت شخص مطارد، انت شخص متهم، انت ميت على الورق، انت لازم تتصرف في حاجات كتير، انت مطارد من جهات انت مش عارف عنها اي حاجه، فانت لازم تلعب دور غير اللي انت تعرفه، لازم تكتسب خبره غير اللي انت اكتسبتها طول حياتك، غير بس انك بتشغل دماغك او بتحاول تفهم يعني. فانا خدت الحكايه من التجربه الانسانيه دي، ان مهما كنت قوي ممكن يحصل لك في لحظه انك بجد يعني تنتهي، مهما كنت صاحب منصب او انت ممكن يحصل لك مصيبه كبيره جدا. لكن انا كان عجبني الخط الانساني اللي موجود طول الوقت، خط عمر نصر. وحتى فينال المسلسل الحقيقه كانت فكرته ذكيه جدا، ان هو قرر بتركيبته الشخصيه وباللي شافه في حياته ان انا مش هستأمن حد على رقم زي ده، انا هدي الفلوس دي سرقت من الشعب المصري، انا هرجعها للشعب المصري بشكل مباشر. ممكن يبقى ليها بدور غير دوره، ممكن يبقى الفكره ممكن تبقى غلط خالص، لكن في الاخر هي فكره او راي عمر نصر في اللي حصل وبسبب اللي حصل له. النهايه كانت صادمه لناس كثيره، ويعني والبعض انتقد حتى النهايه. كان ردك ايه على النهايه؟ يعني قالوا انها غير تقليديه، يعني كانوا متوقعين ان احنا في الاخر دايما المشاهد بيرسم النهايه او عارف او متوقع النهايه اللي هو عايزها، اللي هو عايزها مش اللي هي لازم تكون الواقع. فيبدو انك انت اخترت النهايه اللي هو مش لازم يفكر فيها. لا هو النهايه كان في ديبيت عليها. يعني هل انت كنت محددها من البدايه؟ لا 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 ما كنتش محدد. لا استاذ محمد كان يعرفها؟ لا 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 ولا انا كنت اعرف. انا نفسي تعرفوا النهايه بتاعت المسلسل؟ لا، لان احنا كانت النهايه كنا مأجلينها لغايه ما نشوف ان احنا عارفين ان احنا بنعرض في رمضان، فكنا عايزين نشوف الكيرف ومدى التفاعل، عشان كان قدامنا كذا تشويس كنا عايزين نختار منهم. يعني كان عندنا كذا حل للنهايه، وده كان متوقف يعني على، يعني كان في اكتر من تصور للنهايه، اكتر من تصور واكتر من مناقشه حصلت فيه، وكان عندنا فكره ان احنا عايزين نشوف الكيرف بتاع المسلسل هيبقى عامل ازاي، مدى نجاحه. فكنا مأجلين حتى كنا في الاول كنا بنشتغل بالترتيب، يعني احمد قفل 20 حلقه وبعد كده ابتدى يشتغل بشكل ترتيب 21 22 علشان نأجل النهايه ونقدر نوصل لحل نهائي فيها حسب عملت ايه مع الناس. ممكن اعرف ايه يا استاذ عمرو النهايات اللي انت كتبتها مختلفه؟ كان في نهايات كان في تصور ان الفلوس دي كان في نهايات تقليديه من ضمن الحاجات، ان البطل ينجح ويبقى هيرو تمام وزي يعني الفل. احنا ناس سعيده تقليديه بالظبط، هابي اند. بس برضو احنا ما كناش مستقرين بشكل نهائي عليها. يعني في الاول عايز اقول لك ان انا ما كنتش
عارف النهايه بتاعت المسلسل دي لغايه ما ابتدينا نشتغل ولغايه ما حاجه 20 حلقه خلصوا ابتدينا نفكر مع بعض من الاول تاني وازاي ممكن النهايه تبقى مفاجاه للناس. طب فكرت في يعني ايه النهايات اللي فكرت فيها؟ يعني في نهايات يعني انا بحاول افتكر يعني النهايه دي كانت صادمه اكيد انت جالك انطباعات كده. طبعا. طب الناس ليه يعني اتضايقت من النهايه؟ لا مش ما كانش او يعني فوجئت بالنهايه في بعض طبعا. هي فكره منطقيه جدا ان الراجل ده يحاول ان هو يرجع الفلوس للشعب المصري بشكل مباشر. اظن ان دي كانت احسن تشويس حصل يعني احسن حاجه فعلا يعني انا موافق تماما على الفكره دي. فكره ان هو بعد اللي شافه بعد ما شك في كل الناس وكل شويه واحد يطلع شرير لا ده مش كويس ما بقاش عارف مين كويس مين الوحش ففي الاخر قرر ان هو يتصرف بنفسه. دي كانت اقتراح حتى ده ما كانش اقتراح يعني لكن لما سمعته عجبني جدا جدا. الداخليه ما اعترضتش على المسلسل؟ لا لا يعني انت اطلاقا ولا الداخليه ولا الرقابه. المسلسل عندنا اجيز رقابيا بدون اي ملحوظات وجيز حتى في لجنه المشاهده لما طلبنا لجنه المشاهده تيجي تتفرج على الحلقات بعد ما خلصنا مفيش تعليق على ولا مشهد. يعني محدش من الداخليه اعترض على دور خالد سليم او فاروق الفيشاوي قالوا اصل مش هيعترضوا لسبب يعني دي من ضمن الحاجات اللي عجباني في الموضوع ان احنا الموضوع حقيقي يعني في عندنا ظابط وحش اللي هو كان خالد بس عندنا قدامه كذا واحد كان كويس يعني ضمنهم زميلهم اللي رفض انه يجس عليهم مثلا لرئيسه في الشغل مش لحد حتى خارج الجهاز. طلعت الشريف وغير شريف اللي هو موجود مش كده بس احنا دلوقتي بنعمل مسلسل بوليسي. بوليسي دي يعني بوليس وبما ان هو مسلسل يعني دراما لازم يبقى في صراع والصراع يعني عايز شرير وطيب ففي الاخر لو في حساسيه من تناول مهنه يعني لو انا بعمل مسلسل صحي يعني بتدور احداثه في مستشفى وما ينفعش اتكلم عن الدكاتره يبقى مش هشتغل. لو بعمل حاجه عن الاعلام وما ينفعش اطلع مذيعين ومخرجين انت السنه دي واخد الاعلام في مسلسل الحقيقه من الادوار المتميزه جدا كانت في المسلسل واللي يعني اثارت اعجاب كثير من المشاهدين دور الفنانه اللي كل سنه بتمتعنا باعمال مختلفه دره مبروك الدور الجميل اللي عملتيه وكنت في دور رضوى الصحفيه المتميزه كنت هايله مبروك. ميرسي ربنا يخليك ميرسي شكرا. قولي لي بقى انت تعاملتي اخترتي الدور تم اختيارك فيه ازاي تعاملتي معاه ازاي احكي لنا يعني احنا عايزين نعرف انت نجحتي فيه ازاي بالشكل الجميل ده. طبعا الحمد لله هو يعني الاول تم ترشيحي للدور ولما اتعرض عليا حسيت ان في حاجه مختلفه يعني يمكن انا ما عملتش الدور الصحفيه قبل كده بس الدور الصحفيه ده يخوف شويه لانه دور اتعمل كتير فانا فكرت انه ازاي يبقى مختلف فلما قريت الحقيقه هو عمرو سمير عاطف كاتبه على الورق كاتب رضوى بشكل حلو جدا لانها مؤثره جدا في الاحداث هي مش يعني هي مؤثره وهي كمان يعني مش شخصيه نقدر نقول عليها شريره طول الوقت او طيبه طول الوقت يعني هي بتفاجئنا هي عندها جانب انساني وفي نفس الوقت هي شخصيه قويه وطموحه وممكن تعمل اي حاجه عشان توصل للي هي عايزاه وكده فعجبني التناقضات اللي عندها في نفس الوقت بنشوفها قويه وبتتحدى وفي نفس الوقت بنشوفها ضعيفه جدا في مواقف كتير بنشوف بس برضه بتفضل قويه للاخر وطبعا يعني ده اللي شدني في الموضوع غير الموضوع كله نوعيه السسبنس والبوليسي والاكشن يمكن انا ما عملتهاش كتير في المسلسلات وانا كنت السنه دي في مأزق شويه هختار هعمل ايه بعد سجن النساء ونجاحه وكده حبيت اعمل حاجه مختلفه يكون في تغيير في شكلا ومضمونا يعني في نوعيه العمل وفي نفس الوقت في اللوك بتاعي والاداء بتاعي والشخصيه اللي بقدمها والحقيقه لقيت يعني عناصر مشجعه كتير في العمل يعني عمل كل الناس اللي فيه تفانت يعني من في شغلها انها تطلعه باحسن شكل ممكن وكان مغامره لينا كلنا يعني والحمد لله ان هو نجح النجاح. انا حسيت بده ضر انا حسيت بالاخلاص اللي موجود عندي يعني شفتك في ادائك طبعا انا بتابع كل اعمالك الجميله لكن الحقيقه حسيت قد ايه انت الدور ده بالذات بتعمليه باحساس مختلف زي ما طارق بيعمل الدور باحساس مختلف زي ما فاروق بيعمل الدور باحساس مختلف كل واحد يعني تفانى في الدور ده واضح انه كان انال اعجابكم على الورق الى هذه الدرجه اللي خلاكم تتعايشوا معاه بالشكل الجميل ده.
ربنا يخليك. طبعا يعني انا اولا شهاده اعتز بيها من حضرتك، لاني عارفه ان حضرتك متابع دايما الادوار اللي بقدمها والاعمال وكده. الناس فعلا الملاحظه اللي قلتها، الناس فعلا شافتنا بشكل جديد. يمكن يعني طارق الناس كلها عارفه انه ممثل ممتاز يعني، وفاروق الشاوي طبعا يعني استاذ فاروق وكل، بس شافونا بشكل مختلف. فده طبعا يعني زي ما انت قلت المؤلف اللي كاتب، وكمان احمد خالد المخرج يعني كمان كان ليه دور انه يطلعنا بشكل مختلف في حتى يعني كادرات وتقطيعات، طريقه الاخراج نفسها واضح قوي يعني متطوره يعني كتكنيك متطور وكل حاجه. فده هو العمل لازم يكون متكامل يعني، لو في يعني العناصر كلها يعني اداء الممثل نفسه ما بيكتملش غير بكل العناصر اللي حواليه. فهو ده اللي خلانا يعني ربنا وفقنا يعني الحمد لله. صحيح. عموما انا بهنيكي وبقول لك مبروك، ويعني بنعتز بكل شغلك، والفنانه المتميزه دوره من تونس شكرا جزيلا لك. اصلها في تونس احنا مش في مصر، احنا بنتكلم في تونس. نشوف مشهد للفنانه دوره وبعدين نطلع لفاصل نرجع نواصل المسلسل الجميل بعد البدايه. عمر عايز ايه؟ المطلوب مني اكتر من كده؟ ما تمشيش. صعب، عندي ظروف تمنعني ان انا استمر هنا. اتكلم معايا بصراحه يا عمر. لو اتكلمت معاكي بصراحه هتزعلي. كبيره عليك ان انا ابقى رئيستك مش كده؟ كبيره عليك انت. انت مغرور. انت اللي طلبتي ان انا اتكلم بصراحه وهي دي الحقيقه. انت بتهني رغم ان انا عامله حساب الزماله والعشره اللي بيننا. انت اللي بتهنيني وبتقولي عليا مغرور، وبتهني نفسك لو متخيله ان انت تقدري تشتغلي شغلانه زي دي. انت اساسا مش صحفيه يا رضوى، وكل يوم بتقضيه هنا يوم ضايع من عمرك. لا عندك ملكه الكتابه ولا حس الصحفي ولا قدرات اداريه تخليكي تسدي في شغلانه زي دي. وفري وقتك وفكري كويس قوي في اللي انا بقوله لك، وفي يوم من الايام هتشكريني علشان قلت لك الحقيقه. اقسم بالله العظيم يا عمر يا نصر، لو كان الاستاذ جبر عرض عليك انت المنصب ده وقال لك عايزك تبقى مدير تحرير، كنت انت اللي رفضت بنفسك وقلت له معلش سوري انا مشغول، بس انت عايز بس تحس انك عظيم وانك اعلى بكتير من البني ادمين الغلابه اللي زينا. انت مش قادر تصدق ان واحده ست ممكن بمجهودها وكفاءتها توصل انها تتفوق عليك في حاجه حتى لو كنت انت مش عايزها، عشان انت جزء من المجتمع الذكوري المتخلف اللي احنا عايشين فيه. انا لو قطعت نفسي 100 حته برضه هتفضل باصص لي ان انا واحده ست، وبرضه اكيد عملت حاجه غلط عشان اوصل للي انا فيه. انت مصدقه اللي انت بتقوليه ده؟ حتى لو مصدقه دلوقتي، بكره تتاكدي ان الكفاءه هي اخر حاجه اختارك علشان هتبصي لها، ويوم ما تعرفي هتفضلي برضه تضحكي على نفسك. الإنسان الذكي ما بيثقش في أي رأي بسهولة، ما بيقبلش النصيحة ويرفض أي توجيه يتوجهه. علشان كده كان لازم تفضل متخيل إن مجهودك هو اللي جابك هنا، بس أنت هنا دلوقتي لأن عايزك تبقى هنا. هفرق من الكلام الفارغ اللي حضرتك هتقوله ده حالا. كل اللي انا فيه ده ليه؟ علشان انت معاك حاجات ومعلومات مهمه جدا هم عاوزينها. هم مين؟ شو هم مين؟ المهم ايه؟ بالعكس انا لو عرفت هم مين هفهم كل حاجه وهعرف ليه. اعتبر يا سيدي انه ناس كتير ورا الموضوع، عشان كده بقول لك نعرف ليه الاول وبعد كده سهل نعرف مين. نعرف؟ يعني انت مش عارف؟ عارف، عارف حاجات بس مش عارف كل حاجة. عمر احنا ناقصنا الثقة، انا بثق فيك لان عارف ايه اللي في دماغك. لو وثقنا ببعض وانت وثقت فيا هتلاقينا نفس الهدف عاوزين نوصل له. عمر انا هبدا اول خطوة دلوقتي في طريق انك تثق فيا. بعد إذنك لحظة. جرس عشانك. ألو ألو عمر. أيوة بقول لك يا ابني أنت تثق فيا. لو مش هثق فيك
مين في الدنيا تاني ممكن نسأل فيه؟ بقول لك ايه، الراجل اللي انت عنده ده هيساعدك، هيعمل كل حاجه. انا شفت كل حاجه. بقول لك ايه، لا مفتاح الشقه بتاعتي تحت، الشقه فاضيه. لا مسدس هتحتاجه. انا مش هحتاجه. لا هتحتاجه، خلي معاك تحت وانا هطلعه. اثبت خليك في طريقك، انت خلاص ناجح، ناجح جدا في اللي انت بتعمله. راجل اسمه كمال سليم ده، انا عرفت عنوانه. دي ناس عارفين كل حاجه ومسكين كل حاجه، محدش عارف انه ساكن في المكان ده خالص خالص خالص. مر عليا وانا فاهمها كل حاجه، هيساعدك يا ابني اطمن. تعرف اني كنت اكلم لك رفعت السواق علشان يقول لك نفس الكلام. توصلت رفعت كمان؟ اي حد عنده عقل يقدر يميز بيه هيساعدني، لانه هيبقى متاكد اني عاوز اساعد. ماشي، انت راجل مخلص ووطني شريف. نشرت الخبر قبل ما يقبضوا عليا علشان عايز تساعدني، وقدرت تقنع رفعت وعبادة كمان علشان يساعدوك، وكل ده كان لمصلحتي. بس ممكن اسألك سؤال؟ انت ليه بتشتغل مع الناس دي؟ ناس مين؟ اللي ادوك الاوامر. وليه بتشتغل معاك واحد زي اسمه شكري ده؟ شكري انا متأكد انه فاسد، وانه كان عاوز يقتلك، لانه شريك الناس دي. ما تقبض عليه. بقرت ايه؟ بأي تهمة؟ تنفيذ الأوامر؟ مسلسل بعد البداية الحقيقة كمان بخلاف التميز في العناصر الفنية، الحبكة الدرامية بقت عملة نادرة النهاردة في الدراما التلفزيونية، عشان تقدر تنجذب إلى عمل من أول حلقة لآخر حلقة ده شيء صعب قوي. الحقيقة هذا العمل استطاع أن يعمل هذه الحبكة وهذا البراعة في الكتابة اللي عملها عمرو سمير عاطف وجسدها طارق لطفي بشكل فيه خضر شديد. ايه الملاحظات اللي انتوا اتكلمتوا فيها مع بعض عشان توصلوا معاكم احمد خالد المخرج المتميز ده، اللي انا بقول المتميز انه فعلا قدم لنا كمان في الحياه عمل من اجمل اعمال من الجاني اللي لسه كنت بهنيه عليه في الفاصل. ايه السلوز ده لما اشتغل مع بعضه على الورق عملتوا ايه؟ ايه النقط اللي انتوا كنتوا شايفينها نقاط ضعف وقوتوها؟ وايه الحاجات اللي كنتوا انتوا مختلفين عليها واتفقتوا بعد كده؟ طارق. لا ما كانش فيه اختلافات بجد او ونتفق عليها، لكن كان في كنا تملي عمرو سمير عاطف يكتب، نسيبه يكتب ونقعد نتكلم نشوف ايه اللي جاي. كنا بنشتغل تقريبا بشكل جماعي، مش بس كسلوس يعني، لا كنا بنشتغل حتى ريمون ومحمد كانوا معانا موجودين. كنا طول الوقت عمرو يقول لنا هيحصل كذا ويحصل كذا وهنعمل كذا، فممكن نقول طب ايه رايك او ايه رايك، ودي كانت بتبقى قليله قوي. ساعات عمرو كان يتفق معانا وساعات كان ياخد وقت يقول لك طب سيب لي وقت بس افكر وبعدين يعني ما اديناش رد. ايوه افكر. هو انا ما اقدرش ارد، انا مش سريع رد، مش سريع يعني على الاقتراحات اللي بتبقى في الدراما وكده. فلازم لما يبقى في اقتراح مثلا خصوصا له علاقه بالنهايه، له علاقه بشخصيه رئيسيه، لازم افكر فيه عشان ابقى متاكد تماما ان هو مظبوط. والحقيقه كان بيجيب لنا ورق حلو قوي، بس كان يعني احمد خالد وانا كنا متفقين وحتى شركه الانتاج معانا ان احنا طول الوقت عايزين الاحسن، عايزين يبقى الايقاع اسرع، مش عايزين حتى المشهد الطويل، حتى مشاهدنا كانت قصيره قوي. اطول مشهد نص صفحه دي يعني طول الوقت يعني اطول مشهد يعني جميله انتاجيا جدا 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 رائعه ممتعه. فين ايام زمان ثلاث صفحات يا سلام، ثلاث صفحات وثلاث كاميرات وثلاث دقائق ونروح. شكرا. هم الامورسين والبنطرين والكلوزين. شكرا خلاص. كده المسلسل كمان اتكتب يعني في وقت طويل جدا، حتى قبل طارق ما يجي كان في 25 حلقه. لما هم قرروا ان هم ينفذوه في رمضان ده بصيت في الحلقات الثانيه، في 10 حلقات اتشالوا، في سيناريستات زملاء ليا ساعدوني بقى في ان انا اخلص المسلسل في الوقت المطلوب. ورشه شغاله اشتغلت معايا، كان معايا وائل حمدي وهاله الزغندي ومحمد اسماعيل امين، دول اشتغلوا معايا لان فعلا انا ما كنتش هلحق اخلص، لان تقريبا نص المسلسل كان ناقص. وكان في بنحييهم طبعا على الابداع الجميل. لا وعمرو ساعتها قال لي جمله غريبه قوي اول مره كنت اسمعها، قال لي ريمون انا شغال على المسلسل ده بقالي سنتين، بقيت قريب قوي منه لدرجة ان انا بقيتش عارف احدد ايه الكويس، وانا عايز عين جديدة تبص معايا عشان تقول لي انا صح ولا مش صح. هم طمنوني جدا لما قروا الحلقات المكتوبة
ببص لقيت رد فعل ايجابي فبقيت قوي حتى لما اجي اتناقش معاهم بقى خلاص لا انا عارف انه كويس. بص يا عمرو انت من الكتاب اللي عندهم وجهه نظر وعندهم تصور وعندهم فكر بيحكمه وانا عارف ده كويس بحكم ان احنا بنعرف بعض شخصيا كويس. انت دخلت في وكر الدبابير زي ما يقولوا لما دخلت في وكر الفساد واتكلمت عن الفساد في المجتمع المصري واتكلمت عليه دلوقتي مش بتكلم عليه فتره سابقه بتكلم عليه في الوقت الحالي. انت ما قلقتش ما خفتش ما حسيتش انك انت بتخش في مشكله خالص. كبيره؟ انا عايز اقول لك بالعكس يعني ضباط الشرطه اصدقائي او اللي انا اعرفه. لا انا مش بتكلم على الداخليه ده بتكلم على المنظومه بشكل عام. لا عشان احنا ما بنتكلمش دلوقتي. لا هو ده دي حاجه احنا مختلفين فيها. يعني انا مختلفين في ايه؟ مختلفين يا عارف مختلفين طبعا. هو يعني احنا هو انتوا بتتكلموا دلوقتي ولا مش دلوقتي؟ ما احنا مش عايزين نخش في السياسه لان هتلاقينا مختلفين جدا. انا بسال السؤال. لا سؤال يعني واضح. لا لا انا شخصيا مش مع فكره ان انا انتقد عصر انا عايش فيه فنيا. من الناحيه الفنيه مش من ناحيه الشجاعه او الجبن. بس المسلسل ده كده المسلسل ده بيخلق واقع موازي بغض النظر عن موجود في اي زمن. انا من وجهه نظري لكن واقع صحيح ولا واقع خيالي؟ واقع صحيح طبعا اكيد صحيح. اكيد لكن مش عايز اقول هو امتى بالظبط او فين بالظبط. انا مش عايز شايفه امتى طيب بوضوح يعني. لا لا والله خالص انا شايف ان دي حاله ممكن انها تحصل في اي ظروف بتؤثر او بتؤدي الى فساد. مش انا مش لو هو انا قصد بيه العصر انت ربيتها بحدث الثوره شويه خلي بالك بقى. بعد الثوره في وقت ما ممكن ده يحصل. هو ايه وقت ما وقت بعد الثوره دي؟ الثوره دي كانت اول امبارح بنتكلم فيها. بص من اول امبارح لغايه يعني لغايه النهارده يعني امبارح. انا لو جيت اتكلمت انا لو جيت اتكلمت عن حاجه بتحصل النهارده حصل ده خوف يعني يا طارق ولا ايه؟ لا خالص بالعكس بالعكس. بس هو عشان كده بقول لك كان في خطوط تماس بتحسسنا ان احنا في واقع وبتدينا زمن فعلا. حادثه الفلوس دي والجري ورا الفلوس اللي كانت متهربه في فتره من الفترات مش لرجوعها للبلد لرجوعها لاشخاص وكيانات ده كان موجود في فتره ومش موجود في فتره. النهارده ما بيجروش وراها خالص. مفيش حد بيطالب على الاطلاق باي فلوس لينا لسه. يعني وزيره الماليه السويسريه بتقول ان في 60 مليار خرجوا من مصر السنه اللي فاتت لكن محدش بيطالب. لكن الفتره اللي كان فيها مطالبه ما كانتش للدوله. انا شايفها ان المطالبه دي او الجري ورا الفلوس في الفتره دي كانت في فتره زمنيه معينه. مقتنع انت بالنهايه؟ جدا. منطقيه يعني انت اللي تاخد الفلوس وبعدين تبقى واجهه يعني شايف ان الموضوع ده منطقي ولكن الناس منتظره حاجه غير كده؟ من وجهه نظر عمر نصر بكل اللي حصل له وعدم ثقته في اي شخص تعامل معاه. عمر نصر كان لاصق في مين ومين ومين؟ لا هو في الاخر بقى لا يثق في اي حد خالص. لان حتى جاره اللي قام بالدور الرائع الاستاذ سمير عصفوري مثلا اللي هو عارف تاريخه وعارف الراجل ده كان قد ايه وطني وخانه. سواء التاكسي اللي كان ساعده في الاخر تعاون مع كمال سليم. هو ما بقاش عارف هو بقى في الاخر لا انا مش هثق في حد لان كل اللي حواليا بجد انا بشك فيهم. ملوثين او ملوثين لا او انا بشك فيهم. انا مش عايز اطلق عليهم ملوثين لا انا بشك. فانا الحد الوحيد اللي انا واثق فيه هو انا هوزع الفلوس دي بنفسي على الناس اللي اتسرقت منهم بشكل مباشر. ده وجهه نظره هو. ممكن تبقى وجهه نظر رومانسيه زياده. ممكن تبقى هو بياخد ضوء. ممكن تبقى وجهه نظر خطر زياده واخد بالك. لكن دي كانت وجهه. لكن انت ليه مختلف معاه في فكره الزمن الاحداث ليه؟ هو شايفها واقع موازي طول الوقت ان ده ممكن يحصل في اي زمن. ممكن يحصل النهارده او امبارح او بكره او كده. هو شايفها كده. شايفها اعم. انا شايفها شويه عشان مرتبطه عندي بـ 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 بتفصيلات كده حصلت في من فتره بعد الثوره يعني. فهو عمرو يمكن يبقى نظره وجهه نظر اعمق. انا شايفها لا يعني بشكل وعلى فرض لو هي في دلوقتي مش في الثوره. هو في اصلا مجتمع ما فيهوش فساد بالظبط يعني هي المساله. بس عشان ايه يعني الموضوع بمنتهى البساطه على فرض ان عمرو بيقول ان دلوقتي او طارق بيقول قبل الثوره احنا بنقول بعد الثوره بس في زمن ما ولو دلوقتي احنا عندنا احنا دورنا كناس بنطرح قضيه ان احنا بنقول يا جماعه علينا فلوس بره دوروا عليها. ده من ناحيه يعني ده بمنتهى البساطه يعني ده بمنتهى البساطه. يعني احنا من حقنا ان احنا كناس بنقدم عمل نقول في وجهه نظر. حضرتك كنت بتسال دلوقتي ايه المورال اللي انتوا كنتوا عايزين تعملوه في المسلسل؟ مظبوط. المورال اللي احنا بنقوله في المسلسل ان احنا ستيل عندنا مناطق كتيره فيها فساد. لازم ناخد بالنا عشان احنا عايزين نقوم لان احنا كنا في مشكله كبيره جدا الثوره دي فمحتاجين ان احنا نقوم. عشان نقوم لازم نواجه مشاكلنا نقول ان احنا عندنا يا جماعه فلوس كتيره بره احنا ساكتين ليه عليها. عندنا فساد في الصحافه في الاعلام بمنتهى البساطه يعني دلوقتي او بعدين جهات امنيه. عندنا فساد في 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 حتت كتيره جدا في المجتمع. عندنا فساد في يعني شخصيه الاستاذ محمود الجندي شخصيه رئيس تحرير الفاسد مثلا. اكيد 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 موجوده. ومش واقع موازي. اكيد موجوده وكانت موجوده وهتبقى موجوده.
يعني هو عموما ده يعني ده الفن، يعني ان احنا ممكن انا وهو نختلف على النهايه. انت اخترت ابطالك ازاي او شخصيتك ازاي؟ فكر ازاي؟ بص انا من الناس اللي كنت بذاكر عمي كتير قوي، يعني انا من الناس اللي كنت بحب اتفرج على شغل عمي اصلا. الله يخليك. فعمي عنده ميزه كده، شفت بكر؟ بكر طبعا. انا من عشاق بكر، من اروع ما خد كلنا. هو عمي دايما عنده ميزه دايما كده، ان الورق بتاعه بيبقى التيمبو بتاعه بيخليك شدك للحدوته، حتى لو انت مساحات الممثلين اللي معاه مش عبقريه، يعني لو الممثلين اللي معاه مش اقوى حاجه، مساحه الورق دايما هي اللي واخداك. يعني انا وقفت جدا عند اختيارك للفنان الصديق العزيز المطرب الجميل خالد سليم. ليه خالد سليم؟ انا بعتبره قمة الرومانسية، ويعني بنعتبره دايما نموذج للحلم وللحب. ده قبل الجيم. قبل الجيم. ده قبل الجيم يا خالد ولا بعد الجيم؟ قبل الدور. قبل الدور. والله انا طول عمري جماوي. مساء الخير طبعا. مساء الخير. مبروك مبروك على الدور الجميل اللي انت عملته، انت كنت اكتر من رائع. شكرا استاذ عمرو، ربنا يخليك. بس قول لي انت جبت الشخصيه دي منين؟ هقول لك حاجه، هو طبعا الصدفه هي اللي لعبت دور ان انا يعني اعمل شخصيه. مبدئيا بس عايز ارحب بالاستاذ ريمون والاستاذ محمد والاستاذ عمرو وطارق لطفي وحبايبي كلهم اللي موجودين ومنورين الدنيا. عايز ارحب بيهم واقول لهم الف مبروك، انتوا يعني بجد اديتوني انا فرصه ان انا اظهر. طبعا احمد خالد حبيبي طبعا اداني هو الفرصه ان انا ابقى موجود في المسلسل الجميل ده بالشكل المختلف ده. في البدايه كان دوري دور مختلف خالص في المسلسل. ما كانش دور الضابط؟ ما كانش دور شكري خالص. امال كان دور ايه يا خالد؟ كان دور هشام الضابط برضه. نبيل عيسى. عارفه طبعا طبعا. فلقيت احمد بيقول لي خالد انا عايزك تعمل ده، ايه رايك؟ فانا اتخضيت في البدايه ولقيت نفسي اللي هو يعني هبقى في زي ما تقول كده تحدي مبدئيا. اولا خايف ان انا بعمل شخصيه شريره جدا. شخصيه حاده قوي، مفيش تفاهم خالص. الراجل ده بيجيبوه عشان ينفذ عمليات معينه، يعمل حاجات محد غيره بيعملها. فالموضوع كان صعب. انا في الاول قلقت شويه، بس بعد كده وجهه النظر وصلتني ان انا برضو كممثل لازم يكون ليا يعني الجرأة ان انا انوع في الادوار اللي بتتقدم لي او اللي انا بقبلها. ما قلقتش، ما خفتش ان الدور ده ممكن يعني الدور فاسد، ضابط فاسد، وبعدين الناس بتتعاطف جدا مع الخير ضد الشر، يعني ما قلقتش؟ ولا حسيت ان هو اضافه بالنسبه لك؟ لان انا شخصيا بشوفه اضافه طبعا، لان هو اداني رؤيه اخرى اللي خالد سليم مش شايفها قبل كده. هو فعلا اضافه، بس في نفس الوقت في بدايه الموضوع زي ما قلت لحضرتك انا كنت قلقان وخايف شويه ان انا بقدم حاجه عمري ما عملتها قبل كده. يمكن قدمت ادوار يمكن ما هياش مثاليه قوي، في مثلا في حكايه حياه في جبل الحلال. ده كان بدايه الاختلاف، انما هنا كان اختلاف جذري. وكانت فعلا اضافه، لان الحمد لله برضو رد فعل الناس في الشارع والجمهور كان مختلف. اصعب مشهد بالنسبه لك كان ايه خالد؟ كل المشاهد اللي الاستاذ احمد خالد كان بيبهدلني فيها انا وطارق لطفي. سواء بقى بنقع من المطاردات. انتوا شغالين مطاردات طول المسلسل. جري في وسط البلد. اي حاجه متعلقه بالاكشن دي كانت من اصعب الحاجات طبعا، لان كان فيها تكنيك عالي جدا، كان فيها تركيز برضو عالي، لازم الممثل يكون مركز قوي. وبعدين مشهد لما انت عذبت طارق وشلت ضوافره كان صعب قوي بصراحه. بس ده كان مشهد سهل بصراحه بالنسبه لك. يعني ده كان للاسف. وهو طارق لغايه دلوقتي الضوافره وجعها مش عنده. عايز اقول لك يعني انا وطارق على المستوى الشخصي اصدقاء جدا. في ناس مشتركين بيننا كانوا بيتفرجوا على المشاهد دي ويقعدوا يضحكوا ويقولوا ازاي خالد وطارق بيبقوا عاملين كده في المسلسل. فيعني ايه طارق اكتر ذكريات لك مع خالد؟ احنا اصحاب جدا. لا في المسلسل. في المسلسل اصعب مشهد بينكم كان ايه؟ اصعب مشهد بيني وبينه لما كنت انا وهو متعلقين في الهانجر الحديد. في الجراج. فاحنا وقعنا الجراج ده مساحه عاليه جدا، فاحنا الاثنين بننزل من مسافه يدوب انا قد خالد بالظبط، يعني احنا الاثنين. فاول نزول كان مرعب. فاول نزول لقيت نفسي مش عارف امسك في حاجه، فمسكت في خالد سليم اللي نازل جنبي. هو انا عايز اقول له يا اخي هو انا ناقص. بس تاخد الخضه الاولانيه، تاني مره اللي هو انزل امسك في الحديد بسرعه، يعني دي كانت التعليمات فعملناها الحمد لله. طبعا خالد اتعور، دي راحت مثلا اتجلطت بالكامل. خالد عامل جيم بقول لك ايه. لا والله انا ما اتعورش، هو عمل جيم واتعور انا. طب اتعور في مشاهد ثانيه. انا اتعورت في مشاهد ثانيه. لكن ده كان من اصعب المشاهد اللي بيني وبين خالد بجد. يعني اتنين
هو ما شاء الله خالد انت عارف يعني فاجري اجري قبليه بعشر ثواني وخالد يلحقني عادي خالص يعني ما بعرفش اسبقه ابدا يعني فاهم ده طول الوقت يعني يا خالد بالراحه شويه يعني دي كانت مشاهده بس صار. واضح انك انت كنت بتادي الدور بمزاج يعني كنت مبسوط يا خالد قوي في الدور جدا بصراحه يعني حبيت جدا التغيير وبعدين حسيت انه فعلا كانت وجهه نظر احمد خالد في الموضوع ده لايق قوي شكري لايق قوي على تركيبه جسمي او الملامح الحاده الشنب اللي انا عملته عشان شكري يبقى شكله جد قوي وفيرم جدا وحاد قوي في تعاملاته فكنت مبسوط ان بعد كل شوط بنعمله بلاقي رد فعل حلو من احمد خالد ومن الناس اللي موجوده طبعا كنت سعيد جدا مبروك الفتنس برضو كان مطلوب ان هو يكون راجل مدرب ومجهد انت استعديت ولا انت كنت اوريدي عامل ده لنفسك يعني انا اوريدي طبعا رياضي وبحب الرياضه جدا وهي جزء من حياتي يعني سواء في دور لازم يعني محمد محمود عبد العزيز وريمون دفعوا فرق للتدريبات دي وللخناقات دي محطوطين في كل حاجه ما انا عايز اعرف دفعتوا ايه ده مسلسل اكشن يا استاذ محمد ما هو بنشوف المنتج يدفع 50% زياده في الاكشن بنعد برضه نفس النطه كام نطه طب عدهم يا خالد واديهم له بعد الحلقه احنا بنهنيك جدا على الجمال اللي انت عملته انت يعني كسبنا مسلسل ممثل فيلين جديد ونجم جميل بيمتعنا دايما الفنان الجميل خالد سليم بشكرك جدا وبهنيك يا حبيبي شكرا ليك ويعني مبروك للمره المليون ما شاء الله المسلسل عامل ضجه لغايه دلوقتي الحمد لله فطبعا الف مبروك ولما يتعاد تاني هيعمل ضجه اكبر ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب كل التوفيق لكل الناس طبعا بس الحمد لله مجهودنا كان واضح وكمان جهه الانتاج يعني بجد مجهودها كان واضح جدا وما دخلوش ابدا على اي حاجه في المسلسل انا بهنيك الفنان الجميل خالد سليم ونشوف مشهد لطارق لطفي وخالد سليم يعني اختفى من العماره الارض اتشقت وبلعته يا فندم احنا فتشنا العماره كلها مفيش غير شقه واحده والبواب بيقول ان هي فاضيه الشقه دي بتاعت مين الشقه فاضيه
باشا. طيب يعني يمكن الكلام اللي اتقال كله لغايه دلوقتي بجد بيخليني احس ان انا قدام منظومه متكامله. استاذ محمد عبد العزيز بقى انت بتفكر ازاي الفتره الجايه انت والاستاذ ريمون؟ هل نفس الفريق العمل ده بيفكروا يعملوا عمل تاني؟ هل هيعملوا عمل برضو بوليسي ولا هيعملوا حاجه تانية ولا ايه الاخبار؟ والله احنا قاعدين بنتكلم بقالنا فتره بندور على السكه لسه زي ما قلت لكم من شويه برضو بندور على السكه اللي ممكن نروح فيها الفتره الجايه بس ما اظنش ان احنا هنروح ناحيه البوليسي تاني خصوصا ان احنا طب ليه لاننا قطعنا في شوط يعني كبير بزياده يعني. وقال عايزين نغير فكره ان احنا برضو نبقى مختلفين يعني حضرتك نفس الموضوع انت متخيل طارق هيعمل اكشن لا نجح علشان عملت حاجه مش متوقعه مش متوقعه فطول الوقت فكره ان انا انجح في حاجه فكررها فده انا اعتبره افلاس لازم يبقى عندنا حاجه جديده ونعمل يعني ناخد وقتنا في التفكير ونعمل يعني انت مختلف. بتفكر في ايه يعني دماغك راحت لفين يا استاذ ريمون؟ احنا قاعدين بنشتغل على كذا فكره عمرو وطارق واحمد وانا ومحمد بس في انهي اطار؟ يعني طارق بتفكر في ايه اللي جاي بتاعك يبقى ايه؟ اطار تمثيل اكتر يعني هنروح ناحيه الدراما مش ما فيهوش اكشن قوي يعني ممكن يبقى في حاجات بسيطه يعني لكن مش معتمد على السسبنس والاكشن قوي بالشكل ده ونروح ناحيه الكاركتر مرسوم بيمثل بجد من خلفية وتاريخ وحاجات كده يعني علشان نروح بس ناحية مناطق مختلفة تماما غير مناطق مختلفة احنا عندنا ميزة من فكرة يعني برضو طارق كممثل ممثل طبعا يعني عنده هو اساسا ممثل بارع بالظبط ففكرة يعني احنا منتظرين من زمان يا محمد النجومية دي على فكرة يعني احنا من زمان كل اللي بيحبوه منتظرين يشوفوه امتى هيبقى يعني من كبار النجوم هو نجم طول عمر الحقيقه بس بجد هي اتاخرت بس جت في وقتها الجميل عشان الخطوه الجايه بتقالي لازم نركز كلنا في فكره ان طارق يبقى مركز اكتر تمثيلا اكتر من الجري والاكشن والسسبنس ان الموضوع ياخد وقته بشكل اظرف يعني بس دي عايزه مجهود كبير من عمرو المره الجايه ربنا يسهل لا انا عايز اقول حاجه احنا يعني مساله ان ربنا كرمنا سيدي ونجحنا بشكل كبير احنا مش هممنا ده قد ما هممنا ان احنا نقدم عمل محترم يعني ممكن العمل اللي جاي يبقى معمول فيه مجهود ومعمول بشكل مختلف مش لازم نكسر الدنيا بس نبقى موجودين ومهمين وعاملين حاجه محترمه كلنا نبقى مبسوطين بيها يعني مش شاغلنا الرابط لا وبعدين عايز اقول حاجه الحقيقه المعايير اللي هي بقت لاختيار النهارده الناس بقت مش متوقع يعني احنا حد كان يعرف النهارده او يتوقع ان هذا المسلسل يكون من اهم مسلسلات رمضان الحقيقه لا لكن هو اصبح وفرض نفسه ليه؟ لان معاه في منتجين محترمين قروا ورق كويس قوي واختاروه بعنايه مسلسل محترم ما فيهوش اسفاف مخرج اكتر من رائع مؤلف جميل ونجم جميل فالحقيقه العناصر كلها متكامله يعني الحمد لله برضو ما زلنا بنقول ان الفن لسه بخير او الفن التلفزيوني دي ملحوظه انا لاحظتها من ناس كتير جدا من الجمهور العادي اللي كان بيتفرج والحمد لله ان احنا واخدين اللاين ده من ساعه ما بدانا حتى انتاج من قبل بعد البدايه فكره ان الناس تقول لك مسلسل نظيف مش قلقان ان حد من الولاد مثلا لو يتفرج مفيش الفاظ خارجه مفيش فرض لمفردات جديده مقحومه على المجتمع بتاعنا دلوقتي في فكره الالفاظ وفكره الشتايم واحنا ما كانش عندنا وقت احنا كنا بنجري طول الوقت ما عندناش المتميز يثبت نفسه وانتوا اثبتوا نفسكم وفرضتوه بقوه شديده جدا لان معاكم كل مقاومات النجاح الممتاز نشوف مشهد النهايه في المسلسل الجميل النهايه طبعا اثارت يعني زي ما قلت قبل كده تساؤلات والنهايه كانت مفتوحه نشوف المشهد اهلا يا مستر طاهر ولا اقول لك يا عمر اللي تشوفه يا كمال بيه مش هنختلف ابدا لا بالنسبه لك بالنسبه لي هنختلف وهنختلف كتير تصور انك لما هربت مني من سنتين انا قست وما دورتش عليك انا لقيتك بعد شهرين اتنين بس ومن ساعتها براقبك وعيني عليك شوفك تتصرف ازاي تعمل مشاريع في كل مكان تكسب كتير
وبقيت مستر طاهر مصور المصري العصامي. يا ده انت عارف كل حاجه، طب ليه ما قبضتش عليا؟ كنت عاوز اتاكد هل نظرتي للبني ادم اللي عرفته وعاشرته صح ولا غلط؟ هل كنت لابس قناع الشرف في الاخر تطلع زي شكري مثلا؟ صدقني يا كمال، انا كنت هلاقي طريقه علشان اوصل لك واشرح لك وجهه نظري، علشان اقول لك ان نظرتك ما خيبتش فيا. كان ممكن انزل مصر بعد الامور ما تستقر، كان ممكن اكلمك في التليفون. دي حاجه كانت مهمه قوي بالنسبه لي. بس انا صدقك يا عمر، حقيقي صدقك، بس انا شايفه كده طمعت، طمعت في الفلوس يا عمر. خالص الفلوس رجعت للبلد؟ لا ما حصلش. لو كانت رجعت للبلد كنت اول واحد هيعرف. فلوس رجعت للناس، للناس اللي اتسرقت منهم، رجعت مستشفيات مجانيه ومدارس، مشاريع فتحت بيوت وشغلت ناس. يبقى انت لعبت دور مش دورك يا عمر. تقرير مصير الفلوس المفروض يبقى بايدك لوحدك. امال بايد مين يا كمال بيه؟ الحكومه مثلا؟ اللي هم ناس زيي وزيك؟ تضمن نزاهتهم؟ تقدر تضمن لي نزاهه واحد معايا المبلغ ده؟ بس انت نسيت حاجه مهمه قوي. زي ما قدرت اوصل لك، في ناس غيري قدروا يوصلوا لك، ولسه كمان هيوصلوا لك. ناس اعتبروا انك ضربتهم على قفاهم وسرقت شاع عمرهم. الفلوس كونوها من الفساد، من السرقه، من اي شيء، بس بيعتبروها شاع عمرهم. ودول شهوه الانتقام عندهم تبقى كبيره، كبيره قوي. ما تقلقش عليا يا كمال بيه، عمر شايبه. انا للاسف سبت الجهاز من كام شهر، ده بإرادتي. أنا مش هقدر أحميك بعد كده. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك يا عمر. شهور طويل أوي يا عمر، عمرك ما تخيلت إنك هتمشي، بس مشيت. خدت معاك حاجات وسبت وراك حاجات، اخترت وتحملت نتيجة اختيارك. النهاية طارق مفتوحة، انت ما زلت مطارد. اها، من مين؟ خلاص بقى يعني علامات استفهام كتيرة وكبيرة جدا. هل الناس اللي انا خدت منها الفلوس اللي هم سرقوها في الاول، هل الناس اللي كانوا طمعانين فيها، هل الجهة الامنية تابعة للدولة في الوقت الحالي، او يعني كل دول من الممكن انه يبقوا بيطاردوك. وعايز اقول لك ان انا واحمد خالد حتى لغاية اخر لحظة كنا عندنا تو اوبشن، بنختار نهايتين، هل يقف ويستسلم ويبتسم خلاص انا رجعت الفلوس، ولا يبدا رحله مطارده جديد. صورنا ده. انا استاذ عمرو، هي مشكله الفلوس المتهربه اتحلت؟ لا بالظبط. يعني في حد قدم نهايه؟ احنا مطالبين ان احنا نقدم نهايه ازاي؟ احنا نفسنا كان عندنا جدل، الموضوع ما اتحلش، فاحنا ما ينفعش نحل. يعني احنا طول الوقت لازم نروح النهايه ما اتحلتش. وجهه نظره رجع الفلوس دي، بس لسه في فلوس قدها كتير، واحنا حتى قلنا الكلام ده طول الوقت في المسلسل ان في ده جزء. فهو هيفضل مطار، اي شخص هيحط نفسه في المنطقه دي او هيلعب اللعبه دي او مش هيمشي تبع المنظومه اللي المفروض تحصل، هيفضل مطارد مدى الحياه. ليه سؤال يعني سؤال خبيث، يعني اعتبره سؤال خبيث ان هو يعني بره السياق. ممكن يكون في جزء تاني من المسلسل ده؟ لا يعني ما انا ما افتكرش، لان من نفس وجهه النظر تستغل النجاح بتاع المسلسل. لا انا بكلم على القماشه لسه اظن يعني. القماشه فيها، ولكن احنا عندنا قضايا تانية عايزين نقدمها. فكره ان اخد نجاح واقعد اعيده واعصره،
مش 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 سياسه. حتى جبل الحلال مثلا يعني ما اتعملش منه جزء تاني. يعني بالنسبه لطالبنا بجبل الحلال جزء تاني واحنا ما بتطالب باسراء احنا لان كين لان كين طلع من جبل الحلال وعمل مسلسل بطوله فهنعمله ازاي الجزء التاني؟ عموما احنا بنهنيكوا على العمل الجميل وبنقول لكم مبروك، انتوا اسعدتوا كل الجماهير اللي شافت العمل، وانا واثق ان العمل ده هيبقى ويبقى لانه عمل محترم وجميل. واسمحوا لي بالمناسبه ديت ان انا يعني دايما كعادتنا في وضوح ان احنا في قناه الحياه بنكرم كل الاعمال المتميزه، مش بس شرط انها تكون اتعرضت في الحياه لكن كمان ممكن تكون اتعرضت بره الحياه، لكن بنقول انها اعمال جميله تستحق ان احنا نشيد بها. ده دور اي اعلام مهني ان هو يدعم الانتاج المتميز والاعمال الابداعيه الجميله، ويقول لهم شكرا ميرسي. فده درع تكريم للفنان طارق لطفي، الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله، ودايما متفوق وجميل. ربنا يخليك. درع الانتاج استاذ ريمون استاذ محمد على الصدى اسمه النص. لا لا ما فيش مشكله. المخرج المتميز استاذ احمد خالد الف الف مبروك وتوفيق دايما. الفنان الجميل المبدع اللي دايما بيمتعنا، عندك درعين من الحياه السنه دي. ايوه صح، وهتاخد على بكار بس. عمرو سمير عبد مبروك، الف الف مبروك. انا بهني حضراتكم جدا وبقول لكم انتوا بجد قدمتوا عمل محترم، ويعني ننتظر من هذه المجموعه انها تكون السنه الجايه ان شاء الله بتعمل لنا اعمال جميله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. تحب تقول حاجه للجمهور؟ كتير ربنا يخليك بجد جدا، ربنا يخليك. واسمحوا لنا بهذه المناسبه احنا بس عاملين تورتايه صغيره كده، يا ريت مش صغيره خالص. اشوف ما يعني حاجه على قدنا يعني. خدها معاك وانت راجع الساحل. ايوه يعني لا وشوف الصور وال جميله جدا. دي هديه من قناه الحياه وبرنامج بوضوح لحضراتكم، ويا ريت استاذ طارق والكرو العمل يقطع الصوت. تعالى بقى كده طارق، تعالى كده تعالى كده، يلا اتفضلوا يا جماعه. تعالى احمد تعالى، خش يا طارق، سيب خش يا طارق في النص، خش في النص بس اوعى تقطع. يعني اهو اقطع عشان وشك ولا حد من الزمايل. بس ما اقدرش اي حد ارجوك. طب تاخد حته من الناحيه دي كده وكده يعني؟ اه والله انا يعني حته كده كمان. اه بس كده اوكي. حاضر، اجيب لك طبق تاخد فيه حته. مبروك يا جماعه، مبروك بعد البدايه، بدايه جديده لدراما جميله مختلفه في رمضان اسعدتونا بيها. ربنا يخليك بجد، ميرسي جدا جدا ليكم جميعا، واشكركم ان كنتوا معانا النهارده. جبناكم كلكم من الساحل، ترجعوا بقى دلوقتي يلا. دي حلقتنا النهارده كانت مع فريق عمل مسلسل متميز بجد يستحق كل اشاده بعد البدايه. بشكركم جدا، تصبحوا على الف الف خير.